السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، وأيام رمضان مباركة عليكم وعلى عوائلكم، وجيناكم آخر أخبار الكرة العراقية. يلا خليكم وياي. العراق بأجمل الأوقات بأحلى اللحظات، كرة عراقية مثالية وفنية. مصادر تؤكد بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد وافق على طلب المدرب خيسوس كاساس بإقامة معسكر تدريبي أثناء أيام الفيفا داي في إسبانيا، وترك للمدرب خيسوس كاساس حرية اختيار المنتخبين اللذين يريد مواجهتهما. ما أكدت المصادر بأنه لا صحة إطلاقا لوجود أي مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ومنتخبات تشيلي، ألمانيا وإسبانيا خلال شهر حزيران المقبل. المنتخبات المتاحية فقط منتخبات بوليفيا وبنما وجامايكا، لكنها تطلب أسعار خيالية كرسوم لأجل خوض مباراة أمام منتخبنا الوطني في إسبانيا، إضافة إلى تحمل الجانب العراقي تغطية كل مصاريف ونفقات سفر والإقامة لتلك المنتخبات أثناء تواجدهم في إسبانيا. أثناء المعسكر التدريبي منتخبنا الشبابي في بغداد، خاض منتخبنا الشباب مباراة أمام نادي النفط وخسرها بهدف واحد مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 93 عمر المباراة، وأحرزها المحترف النيجيري عثمان سانتي، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب المدينة في العاصمة بغداد. وأن استعدادات شبابنا نهائيات كأس العالم 22 عام التي مؤمل أن تقام يوم 25 المقبل. وقد حضر المباراة رئيس الاتحاد العراقي كرة القدم الكابتن عدنان درجال ونائبه الثاني يونس محمود ومدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس وباقي جهازه التدريبي. هذا سيبدأ معسكر التدريب الخارجي منتخبنا الشباب يوم 18/4 في إسبانيا، وخلاله سيخوض 4 مباريات أمام منتخب شباب البرازيل ومنتخب شباب الدومينيكان ومنتخب جبل طارق وشباب إشبيلية. مصادر تفيد بأن رباعي منتخبنا الشبابي ألاي قاسم، زيدان إقبال، وبلند حسن وألكسندر أراها سوف يغيبون عن معسكر منتخبنا الشبابي في إسبانيا أسباب متنوعة. الأولى، حيث رفضت إدارة نادي غوتنبرغ السويدي تفريغ لاعب ألاي مع منتخب الشباب بسبب حاجة اللاعب الذي شارك ضمن منافسات الدوري السويدي الممتاز، والحال قد ينطبق أيضا على كل من زيدان إقبال وألكسندر أوراها. أما بالنسبة لبلند حسن، والرغم من ادعاء الكابتن عماد محمد بأنه سيراقب اللاعبين، إلا أن بلند لم يتلقى حتى الآن أي دعوة من قبل عماد محمد للتواجد في معسكر إسبانيا رغم المستويات الكبيرة اللي يقدمها اللاعب مع ناديه في هولندا. فيما وصل إلى الأراضي السعودية وفد نادي القوة الجوية استعدادا لمواجهة نادي الشباب السعودي يوم الأحد المقبل في إياب الدور الأول لبطولة العربية للأندية. المباراة التي ستقام في تمام الساعة 10 ليلا وستكون منقولة على القناة العراقية الرياضية. أما عن نجمنا الغائب عن الإعلام واللي خفتت الأضواء عليه أمين الحموي اللي شارك في أول مباراتين له مع ناديه في دوري الدرجة الأولى السويدي، اللاعب أمين الحماوي يقدر يلعب بمنتخباتنا الشباب ورديف الوطني، اللاعب جاهز ومركز مهم. نتمنى منتخبنا الشباب اللي نعاني من عقم في المهاجمين استدعاء ليكون ضمن منتخبنا الشباب في كأس العالم. أما عن نجمنا المحترف وخط وسط منتخبنا الوطني ألكسندر أوراها اللي واصل التألق، حيث استطاع أن يسجل هدف لرديف نادي كوينز باك رينجرز الإنجليزي ويحقق رفقاء أوراها الفوز بالنتيجة 3-1.